السؤال للأستاذ حسني من قنا يقول: ما حكم بيع أي سلعة دون امتلاكها من البائع وذلك بالتقسيط؟ هذا النوع من البيع ينتشر في سائر البلاد، هناك أناس كثيرون معهم أموال كثيرة جدا، فيأتي الواحد من الناس ويقول له: أنا أريد مثلا شراء ثلاجة أو غسالة أو بوتاجاز أو أي شيء من الأشياء التي تباع، فيبيعها له وهي ليست عنده، ثم يذهب ويشتريها ويعطيها له. والحديث في البخاري حديث سيدنا حكيم بن حزام، لما وصل رسول صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه سيدنا حكيم وقال له: يا رسول الله، هذه بيوعاتنا، فبين لنا ما يحل منها وما يحرم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. احنا ذكرنا في درس الإحياء أن أركان البيع: العاقد اللي هو يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه من ثمن ومثمن، والصيغة اللي هي الخمسة أركان البيع. فهنا في جزء من ركن البيع من أركان البيع غير موجود، وهو السلعة اللي هو إيه؟ المثمن، الثمن المثمن لابد أن يكون موجودا أو يكون بيع غائب على الصفة، يعني هيسلم بعد أيام أو على رؤية سابقة والسلعة يملكها البائع وقد رآها مثلا في بلد قريبة ويشتريها الآن. المهم تكون السلعة تحت يد إيه؟ تحت يد البائع، هذا هو المطلوب. لكن يبيع سلعة غائبة عنه ليست موجودة عنده ثم يذهب البائع ويشتريها ويعطيها للمشتري، قال هذا لا يجوز. وإنما البيع الصحيح أن هذا بيع مرابحة، يقال له بيع المرابحة للآمر بالشراء، يعني المشتري يقول للبائع: أنا أريد مثلا ثلاجة صفتها كذا وكذا 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 وكذا، يعده البائع بأن يشتري الثلاجة، لكن لا يقول له بكذا أو بكذا أو أبيعها بالتقسيط أو بالنقد أو بكذا، لا، وإنما هذا عقد وعد، عقد مواعدة، وعقد المواعدة ملزم شرعا. ويجوز له أن يأخذ منه عربونا ليتأكد أنه جاد في الشراء، عربون أي عربون، المهم حتى لا يضحك عليه ويمشي بعد شراء السلع. ثم يشتري البائع صاحب المال، يشتري الثلاجة ويدفع ثمنها، إن نقلها من عند المعرض ماشي، ما نقلهاش ما فيش مشكلة، المهم أن اشتراها وملكها. يبقى إذن هيعقد مع المشتري عقد آخر غير الوعد، ويبيعها له بما يتفقان عليه نقدا أو بالتقسيط. هذه الصورة الصحيحة شرعا. أما البيع وهي ليست عنده فهذا لا يجوز.